اهلا وسهلا فيك جورج خباس على الشريف. اهلا فيك. خبرنا شوي عن وجودك اليوم بالمهرجان وبافتتاح فيلم ستيفاني وريتا. انا هذا المهرجان بيعني لي كثير لان مهرجان صديقي سام لحود مؤسسه، ومهرجان بيهتم بالمراه وشؤون المراه والمراه، دور المراه بالفن ودور الفن بحياه المراه ودور الفن بالتحريض على الحصول على حقوق المراه، فبيعني لي من كل النواحي صراحه، وانا بتواجد بكل الحفلات مش بس بهالحفله. شو رايك بالمسلسلات والافلام اللي عم تنعرض حاليا واللي عم تحكي عن المراه؟ لا كله في كتير قصص منيحه اكيد، ونحن كل مسلسل بينصر قضيه المراه او فيلم او اي عمل فني نحن اكيد معه ومنشجعه. من بعد براند الشرق اللي حقق نجاح كثير كبير، شو في اعمال ثاني مخبي لنا اياه؟ عندي النار بالنار هلا، مسلسل الله راد راح ينعرض بشهر رمضان المبارك، انتاج شركه الصباح مع الممثلين عابد فهد وكريس بشار مع حفظ الألقاب وزينة مكي وتوني عيسى وطارق تميم وساشا دحدوح وكتار. هلأ هيدا أول مشروع يعني بيبين لإلي على رمضان. الله رب. إمتى حلقة جورج خباس عريس؟ العالم كله بتسأل هذا السؤال. عندي الله رب هلأ النار بالنار مسلسل لرمضان، وبكرة يعني بعد رمضان نحكي بإذن الله. هل في مسرحيات كوميدية قريبة؟ إن الله رد بركي بآخر السنة.